السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها أسباب تجنيد الشباب في ميليشيات خارج نطاق الدولة. ملشنة المجتمع، بذلك يمكن وصف الحال الذي تقوم به ميليشيا الحوثي وما يقوم به أيضا التحالف السعودي الإماراتي من تجنيد للناس خارج إطار الدولة. استغلال فاقة الناس وحاجتهم المادية كان أبرز الأسباب لاستقطاب الشباب واستدراجهم إلى الموت في جبهات مختلفة. يجري استخدامهم من قبل الحوثيين والتحالف في صراع بالوكالة، ويقضون فيها أشبه بوقود لتغذية الحروب المستعرة في الحدود الجنوبية للسعودية، وتحت وطأة الحاجة للاستقرار المعيشي ولو في حدوده الدنيا، يقبل الناس التجنيد في هذه التشكيلات فقط على اعتبار أنها مصدر رزق لهم. وفي هذا السياق يكونون عرضة للغسيل الفكري ويستهدفون في عقيدتهم الوطنية، وبالتالي يتحول الكثير منهم إلى سلاح ضد الوطن. السؤال الأكثر إلحاحا بالنسبة لهؤلاء، هل بإمكان الدولة والحكومة الشرعية أن توفر لهم بديلا يغنيهم عن التحالف وينقذهم من ميليشيا الحوثي، وما هي الحلول الممكنة؟ إذن لمناقشة ذلك سيكون معنا عبر سكايب من كوالالمبور الدكتور فيصل علي، رئيس مركز يمنيون للدراسات، وعبر الهاتف سيكون معنا من تعز مالك عبد الكريم، أحد أقارب ضحايا التجنيد خارج نطاق الدولة. ومن تعز أيضا ستكون معنا الناشطة المجتمعية السيدة نهى ملهي. أبدأ مع الدكتور فيصل علي من كوالالمبور، رئيس مركز يمنيون للدراسات. دكتور، أسعد الله مساك بكل خير. مساء الخير لكم وللمشاهدين جميعا. دكتور، نتحدث اليوم عن استقطاب الشباب ويعني إلحاقهم بالميليشيات المتعددة، سواء الميليشيا العقائدية التي تقودها ميليشيا الحوثي، وأيضا ميليشيات في الجنوب أيضا وعلى الحدود، حدود المملكة العربية السعودية، أوجه متعددة لاستقطاب الشباب. ونتساءل هنا عن الدولة والحكومة الشرعية، أين دورها ولماذا تسكت عن أراتي؟ تم تشكيل هذه التشكيلات كلها خارج نطاق المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة، سواء في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية أو في مناطق تعز الساحل الغربي، من الخوخة إلى المخا إلى باب المندب وفي وسط المدينة. تذكرون المشكلة التي كانت بين الجيش الوطني وبين أبو العباس في هذا الإطار. أيضا جندوا في شبوة، نخبة شبوانية، وفي عدن حزام أمني، والنخبة الحضرمية، كلها تحت هذه المسميات، واستقطبوا
الدراويش من التيار السلفي ليكونوا وقودا لهذه الحرب. على كل حال هناك اتفاق أمني عقد بين الكثير من الدول، ومنها المملكة العربية السعودية وإيران، والحوثيين كانوا في بداية انقلابهم تم تسويقهم أنهم سيحاربون الإرهاب. النظام السابق اتهم اليمنيين ورسم صورة كبيرة أن الشعب اليمني شعب إرهابي، فتولدت صورة ذهنية تقول أن اليمني هو إرهابي محتمل. كل هذه التشكيلات لاستهلاك الشباب اليمني وذبحهم من الوريد إلى الوريد باسم الشيعة وباسم السنة باسم طيب الجميع الطوائف يستقطب باسم دكتور، القهوية الجميع باسم يستقطب القروية. سواء حوثيين او لا تحالف لا 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 او تقطع. ايضا تشكيلات مسانده نعم للشرعيه. لكن ناتي الى النقطه الاهم هنا، لا يعني لا هل بمبرر ان الشرعيه هزيله وضعيفه هل يعفيها تماما عن تحمل مسؤوليه ما وصل اليه الحال حتى الان؟ مهما كان ضعف الشرعية ولو كانت من رماد أو تراب، إلا أنها تمثل الجمهورية اليمنية، ولا يسمى تشكيل، لا تسمى تشكيلاتها ميليشيات، ولا يسمى تجنيد الشباب في الجيش الوطني أو في أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة بأنه استقطاب أو يشبه ذلك الاستقطاب الذي يقوم به الحوثي، والتشكيلات العسكرية التي تقوم بها الإمارات في جنوب اليمن وجزء من تعز والحديدة، أو تلك التي في جنوب المملكة المعسكرات التابعة للتحالف وتسمى قوات مشتركة. هذا تجنيد للدولة وخدمة للوطن وخدمة للأمة اليمنية وخدمة للشعب اليمني. الناس يحافظون على بلدهم، دكتور، لديهم حجة أيضا منذ واضحة، البداية لديهم قيادة، إذا ما لديهم أتينا على نعم التشكيلات، اليوم هي بانت المشاريع، ولكن منذ البداية حتى النخب التي شكلت وأيضا الألوية وبعض القوات التي شكلت على يد السعودية أو أطراف داخل الشرعية ساندوها، يعني أسسوا هذه الكتائب والألوية بإشراف من التحالف سواء الطرف الإماراتي أو السعودي، كانوا في البداية يتحدثون في منطلق خدمة الشرعية واستعادة الدولة. اليوم بانت المشاريع، لكن نحن نقول بعد هذا الكم من التشكيلات الكثيرة والدولة التي كما وصفتها في بداية الحديث بأنها يعني في مرحلة يعني كبيرة من الضعف، هنا هل تعفى تماما عن يعني الوقوف أمام هذه المشكلة ومواجهتها حاليا؟ عندما تسقط الدولة أو تتعرض لمرحلة لانقلاب أو لما شابه من هذه الكوارث، يتحمل الشعب جزء من المسؤولية. الشرعية لا تعفى، السلطة لا تعفى، الأحزاب السياسية لا تعفى، النخب الفكرية والنخب المثقفة ونخب المجتمع هذا لا تعفى. هؤلاء الشباب يعيشون حالة من الفراغ وحالة من الشحن الطائفي والشحن المناطقي والشحن القروي والجهوي. ايضا اسرهم تعاني من الفقر، ايضا الشباب يفكرون بمستقبلهم، يذهبون من مناطق العدين او من مناطق مخلاف وشرعب وجبل حبشي الى الحد الجنوبي للمملكه لاجل 2000 ريال او 2000، يعني زائد ناقص من المبالغ التافهه. كثير من هؤلاء الشباب تم استقطابهم ويقتلون من الخلف، لا يسمح لهم بالهروب الى الاراضي السعوديه ولا بالتراجع في الاراضي اليمنيه، هم بين فكي كماشه فيما يتعلق بالحد الجنوبي. وايضا الحوثيين لا يسمحون لعناصرهم بالهرب لانهم ميليشيات. التحالف في عدن او الامارات في عدن وشبوه وتلك المناطق اخذت عوائل القاده الى الامارات الى ابو ظبي وتركوهم رهائن حتى لا يفر القاده وأيضا لا يفر الجنود. هناك حرب بالقوة وهناك دفاع للوطن. الشرعية على كل حال لا تعفى، والمجتمع اليمني لا يعفى، وكل النخب اليمنية ووسائل الإعلام وكل الناس الذين قلوبهم على هذا الوطن لا يعفون. يجب أن جميل يتكلم الناس بصوت واحد. جميل دكتور، إذن تكرم بالبقاء معي ودعنا نشرك الآن معنا في الحديث، ونرحب بضيفنا من تعز مالك عبد الكريم، أحد أقارب ضحايا التجنيد خارج نطاق الدولة. سيد مالك، أسعد الله مساك بكل خير. مساك سعيد. سيد مالك، يعني أنت أحد أقارب ضحايا التجنيد خارج نطاق الدولة، يعني لو تضعنا في صورة قضيتكم أنتم. بالنسبة للذي حدث في محور كتاب لواء الفتح وادي القبارة، كان لدي اثنين من اخواني
في الوادي في هذا اللواء، احداهم نجا والاخر يعني مصيره مجهول. الذي حدث في محور كتاف وادي القبره يعتبر خيانه وبيع من قبل السعوديه وقائد لواء فتح شيخ العسل رداد الهاشمي لباع ارواح الشباب البريئه نعم. الذي دفعهم الوضع السيء والحاله المعيشيه الصعبه في تعز خاصه، حيث ان شيخ العسل رداد الهاشمي يعتبر احد السلفيين الذين باعوا انفسهم ووطنهم للامارات المتحده، لا يختلف عن مشايخ السلف امثاله. والدليل ان حصار وسقوط لواء فتح بيد الحوثيين بكل سهوله، حيث انه يعتبر اكبر الالويه في الحدود في الحد الجنوبي للمملكه السعوديه، وكان يضم الى جانبه لواء الوحده. اتصل بي اخي الذي خرج من الحصار بعد 3 ايام نعم بلا اكل ولا شرب، قال ان مجموعه تتبع كتيبه النقوش اسروا احد الحوثيين قبل الحصار باسبوع واحد. نعم. وعند التحقيق مع الاسير الحوثي اعترف ان هناك قوه تتجمع من 300 فرد او اكثر من الحوثيين يريدون ان يقطعوا خط الامداد الواصل بين قريه الفرع ووادي القباره. نعم. ولكن عمليات اللواء واركان وقائد اللواء عشر واحد من القرية حقنا، يعني القرية حقنا والقرى المجاورة، في كل قرية 35 40 مفقود، في كل قرية 50 مفقود. هذا هنا في صبر المواطن بالعين مصيرهم أسرى قتلى أم جرحى أم ما زالوا محاصرين، لأنه في هناك في الوادي المشؤوم وادي القبالة هذه كارثة حل على رؤوسنا. دخلنا نفق مظلم لا نعلم ما مصير إخواننا المفقودين. ربنا إذا وضحت الفكرة، يعني نسأل الله أن يطمنكم عليهم جميعا. ولكن دعنا نتحدث ولو قليل هنا عن البدايات، كيف ذهبوا إلى هناك؟ هل الحاجة هي من اضطرتهم للذهاب إلى هناك، أم أنهم خدعوا، أم أنهم يعني سوقوا إلى هناك بالقوة أو بالغصب، أم ما الذي يعني حدث منذ البداية؟ كان في تفويض لألوية الحدود منذ سنتين. الذين مفقودين الآن 13 يترددون منذ سنتين، ذهب الأولين ورجعوا بمال، بنوا لهم غرف بلوك، تزوجوا. هذا الذي ضاعوا الآن لم ليس لهم شهر واحد على ذهابهم لأول مرة يخرجوا. الذي دفعهم الحاجة يعني أطفالهم بلا أكل، رواتبهم انقطع بعضهم، بعضهم اشتي يتزوج، بعضهم اشتي عمل، خاصة احنا في تعز ناس محاصرين ما فيش عمل. فالذي في ناس مفوجين، يعني السبب ان في ناس مفوجين يطمعوا الشباب، يقول له انا بجيب لك حافلة لعندك وبجيب لك 15,000 بوصلك للوديعة، تصل للوديعة اكل شارب وبدخلك تستلم راتب 3,000 برفع لك الرتبة وكذا. ويوصلوا الوديعة دخلوا اللواء وضعوا. هذا السبب.
نعم. طيب سيد مالك، نفهم منك أن هناك أيضا ناس داخل مدينة تعز يعني يعملون على فكرة استقطاب الشباب و يعني الذهاب بهم إلى الحدود، أم أن الشباب يعني تلقائيا يذهبون إلى هناك وبالتالي يتم استقطابهم بالحدود؟ لا، في شباب في هنا يعني انهم يسحبوا بعض الشباب، ولكن الاكثر الذي خلي يعني اكثر حاجه الذي خلوهم يندفعون عندما يعود اصحابهم بمال، يعود اصحابهم باموال 3 4 مليون 5 مليون. هذا يقول لك اللي تجلس ابنه 20 سنه بروح على الحدود ابنه بشهرين بثلاثه اشهر. نعم، إذا هي الحاجة كما فهمنا منك هي التي قادتهم بالذهاب إلى هناك. يعني أشكرك جزيل الشكر السيد مالك عبد الكريم على كل هذا الإيضاح، وأعود لضيفي الدكتور فيصل علي. دكتور، لعلك استمعت لحديث أحد أهالي ضحايا التجنيد في حدود المملكة العربية السعودية، وباختصار ما قاله بأن الحاجة هي من تسوق الناس لأن يذهبوا إلى الحدود ويقتلوا هناك، يعني في قضية بعيدة كل البعد عن وطنهم. كيف تنظر لما قاله دكتور؟ هل تعتبر الحاجة مبررا كافيا في أن يذهب الشباب للقتال بقضية بعيدة عن قضيتهم الأساسية والوطنية؟ الكفر أخو الفقر أخو الكفر، وما ذهبوا إليه يعني بسبب الحاجة هو شيء محزن وشيء مخزي، أن يذهب الشباب من تعز مدينة الثقافة ومدينة المثقفين، يستقطب الشباب هناك ليكونوا وقودا لحرب لا قتلهم فيها ولا جمل. الشعب اليمني بطبيعته كله ليس سنيا ولا شيعيا، وإنما هو شعب متعايش مع كل الطوائف والأديان عبر تاريخه الطويل من هود عليه السلام إلى يوم الناس هذا. ما يجري قد تكون سببه الحاجة، لكن الحاجة ليست كافية ليرسلوا الناس أولادهم ليعودوا يعني مجرد أسماء أو قتلى هناك لا يعلمون عن مصيرهم شيئا. ماذا ستفعل 5 مليون أو 4 مليون أو زادت أو نقصت هذه المبالغ لأم تفقد ولدها، لزوجة تفقد زوجها، لأخ يفقد أخاه؟ الشعب اليمني اليوم ينزف من يعني من 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 كل المناطق ومن كل القرى. الحالة محزنة جدا والله، يعني تبكي القلب. يعني نحتاج مثل هذا البرنامج ومثل هذا المعالجة والحديث عن هذه المواضيع، نحتاج برامج كثيرة من قناتكم مشكورين ومن بقية القنوات ووسائل الإعلام. يجب أن يكون هناك ثورة من الوعي لإيقاف هذه المهزلة. اليمن تنزف، هؤلاء هم مستقبل اليمن، هؤلاء الشباب. يعني تخيل بعد 20 سنة ليس لدينا شباب، ستكون اليمن أرض بور وأرض قافرة وأرض موحشة. عندما نبيع مستقبلنا بثمن بخس، إننا كشعب نخسر مستقبلنا. يجب أن يتوقف هذا النزيف. من أراد أن يقاتل فليقاتل في صفوف الدولة، في صفوف الجيش الوطني وقوات الأمن للدفاع عن البلد وشرف البلد، وليس هناك مثل هذه المآسي التي تحدث. حتى وإن استشهد أحدهم وهو يدافع عن وطنه وعن أهله وعرضه، فهذه مسألة أخرى ومسألة لها من القداسة والاحترام الكثير. لكن أن يذهب ضحية تاجر بشر أخذه ليدافع يعني عن بلاده. والله دكتور، يعني حسب ما فهمنا منه يعني الواقع محزن ومؤسف. وصل الحال إلى درجة أن هناك يعني شيء أشبه بتجارة البشر، يعني ناس يتجولون داخل المدن ويستقطبون شباب ويذهبون بهم إلى الموت، وأيضا يعني بعيدا أو يقومون يمارسون بهذه الأعمال داخل المدن بحضور الدولة. يعني نحن مثلا لو تحدثنا عن تعز أو عن أي محافظة أخرى، يعني الأمن موجود فيها، وبالتالي كيف يسمح لهؤلاء الناس الذين يعرفون بالاسم وهم يعملون ويستقطبون شباب إلى الحدود؟ هنا أيضا تكمن مهمة الشرعية ويعني المآخذ عليها. هؤلاء تجار البشر عقوبتهم كبيرة في القانون، هؤلاء مفسدين في الأرض،
الشريعة وفي القانون هناك عقوبات رادعة لهؤلاء المتاجرين، سواء كانوا يتاجرون بشبابنا، بالشباب اليمني باسم الله أو باسم القروية والمناطقية أو بأي مسمى من المسميات. هذه جرائم على الشرعية يعني والسلطات المحلية أن تقوم بدورها. أنا أعلم أن قادة عسكريين في تعز حذروا الشباب من الذهاب إلى هذه الجبهات المشبوهة، لا هو جندي في إطار كتائب وسرايا الدولة ولا تحت يعني وزارة الدفاع وتشكيلات الجيش الوطني، ولا يذكر له اسم، إنما يعني يشترونهم كعمال باليومية، يأخذونهم بهذه الأجور الزهيدة ويذبحونهم في الحدود، سواء يقتلونهم من الخلف أو من الأمام، إنهم يذهبون بهم إلى المحرقة. هذا إتجار بالبشر مخالف للقانون، وهذه جرائم تعد إلى الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف في جنوب السعودية أو في مناطق أخرى، بالإضافة إلى جرائم حرب يرتكبها الحوثي عندما يجند الشباب تحت التهييج للزوامل والصرخات الكاذبة. سيقاتلون اليهود ويقاتلون أمريكا ويذهب بهم ليقتلوا هم. هذه ليست يعني المسألة، أنت سمعتك قبل قليل وأنت تتحدث عن غسيل فكري، هذه غسل أرواح وإخراج يعني نزف دماء الشباب اليمني. نعم، من واجب الدولة أن تقوم بمهماتها، أجهزة الأمن على أعلى وأقل المستويات، يجب أن يتم الأخذ بأيدي هؤلاء جميل. الذين يتاجرون بالبشر في المناطق الشرعية وفي المناطق الأخرى. نسأل الله الهداية للشباب وأن يصل إليهم الوعي. نعم، إذا جميل، أشكرك دكتور، تكرم بالبقاء معي. ومشاهدينا نذهب الآن لأن نشاهد سويا هذا الاستطلاع الذي يتحدث فيه الناس عن خطورة استقطاب الشباب في يعني معارك بعيدة عن القضية الوطنية، نشاهد سويا. القوات السعودية استغلت فقر الناس وحاجتهم إلى الفلوس ودفعت بهم إلى الحدود بدون تدريب ولا لم يدربوهم ولم وكان الاختيار عشوائي، حتى إن ميليشيات الحوثي أرسلت أفرادها إلى 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 القوات السعودية وتم تجنيدهم ضمن القوات، وكانوا العيون التي يرمي بها الحوثي قواتنا البوازن. للأسف راح ضحيتها الكثير من أبناء تعز الذين توافدوا إلى الحدود نتيجة فقرهم وعوزهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ساهم في هذه الجرائم البشعة، وإن شاء الله الله ناصرنا على دولة الإمارات التي ليل نهار وهي تحاربنا منذ عام 2011. المجزرة التي حصلت في كتاف هي واحدة من أكبر المجازر التي حصلت ضمن زق الشباب إلى الجبهات في إطار عدم الدخول كدخول رسمي في الجيش التابع للشرعية والتحالف، كذلك هو إغراءهم بالمال في جبهات البوق والحدود السعودية. فالتساؤل لدينا هو أن السعودية والتحالف أتى لنصرة الشرعية وطرد التحالف، فلماذا الجنود والمقاتلون وأبناء اليمن يذهبون للدفاع عن الحدود السعودية؟ هذا التجنيد المفروض يكون عبر الجيش الوطني وليس عبر السماسرة الذين زقوا بأبناء تعز في البقع، والآن أكثر من 3000 شهيد أو 4000 شهيد في هذه المعارك، وهذا كله استغلال لظروف الناس المعيشية. يقول أنا خلاص بودر مدينة تعز بذهب إلى البقع من أجل البيزنس السعودي، والمملكة العربية السعودية تشتري أبناء تعز بالمال وتزق بهم إلى حرب ليس له. وأكثر من 1500 حين الآن لديهم أسير وقتيل الذين كانوا في كتاف، وهذا نرجو من الأمم المتحدة أن تنظر إلى اليمن بنظر المساواة والعدالة، وليس كأن إحنا تعاملنا كأن أفضل من اليهود. تمام، وهذا نطالب الدول العالمية والدول العربية أن تقف مع اليمن. اليمن في أشد الفقر، اليمن بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى سلاح، بحاجة إلى تحرير من ميليشيات الحوثي ومن هذه الدول التحالف الذي جعل اليمن عريان.
أجاوا يحتلوا بلادنا ولا جاوا يحررونا. 5 سنوات واحنا بهذا الحرب. لما نريد التحالف العربي هذا يروحوا من بلادنا يرحلوا. اكسبلت فروم اور لاند اوف يمن. نناشد التحالف والدول العربية كامل بأن يفكوا الحصار على أصحابنا داخل البقعة. أكثر من 1500 أسير، من ضمنهم أكثر من 900 أو 1000 نفر من أصحاب تعز. من أصحاب تعز و 80% منهم من صبر بالذات أسرام على الحوثة. أنا أخي أسير والثاني قريح وابن عمي أسير. أكثر من 40 أسير من القرية حقنا، من قرية المرزح، من قرية المرزح أكثر من 40 أسير داخل قبائل البقعة. أكبرت الحرب الدائرة في البلاد منذ 4 أعوام على إقدام التحالف العربي استغلال المئات من الأطفال وتجنيدهم وإرسالهم إلى عدة جبهات كجبهات البقع وكغيرها من الجبهات الحدودية مع اليمن. أعتقد أن هذه الخطوة تأتي كاستغلال الوضع المعيشي. إذن مشاهدينا، هذا كان استطلاع حول خطورة استقطاب الشباب والذهاب بهم لمعركة بعيدة عن معركتنا الوطنية والأساسية. أذهب الآن لأرحب بضيفتنا من تعز. تنضم إلينا الناشطة المجتمعية سيدة نهى ملهي. سيدة نهى، أسعد الله مساك بكل خير. مساء الخير ومرحبا بكم. أهلا بك سيدة نهى، لعلك استمعت لهذا الاستطلاع الذي كان يعرض منذ قليل من محافظة تعز. ربما آلاف الشباب من تعز ومحافظات أخرى يعني تحول الأمر لذهابهم للقتال إلى حدود المملكة السعودية والدفاع عنها أشبه بوظيفة. يعني اليوم هناك ناس حتى يعملون في مسألة استقطاب الشباب والذهاب بهم لجبهات يعني تعمل خارج إطار قضيتنا المركزية والرئيسية وهي استعادة الدولة اليمنية. كيف يعني تنظرين؟
بالوطن، وهؤلاء يستخدمون ضد البلد وسيستخدمون في المرحلة المقبلة ضد البلد، كما استخدم المجلس الانتقالي والحزام الأمني وما شابه من المسميات يعني الجديدة التي اختلقتها الإمارات، عملوا ضد الوطن. اليوم الحوثيين هم كما نعلم يحاربون ضد الوطن، وهناك من الشباب في تعز تم نقلهم من تعز إلى العنت ليحاربوا ضمن تشكيلات المجلس الانتقالي قوة الشرعية. يقوم قادة سلفيين من التيار الجامي السلفي في محافظة تعز يعني بتجنيد الشباب ضد الدولة، ضد البلد، ضد الوطن، ضد يعني ضد كل ما هو يمني، ليكون مجرد مرتزق عند هاني بربريك أو غيره. نعم. الشرعية في مأزق كبير، والشعب في كارثة أكبر. على كل قوى المجتمع الحية، ما تبقى لنا من ناس، ما تبقى لنا من شباب وشابات، ما بقى لنا من ناس مثقفين قادرين على قول كلمة لا لهؤلاء الشباب، لا تذهبوا للتجنيد مع هؤلاء الناس، لأنهم سيستخدمونهم ضد البلد الذي جند. فيها شاب لا يوجد إلا عجائز وبنات ونساء ويتامى وثكالى. هذه مشكلة ستكون فيما بعد الحرب، بعد الحرب ستظهر مشكلات لهذه المشكلة، هذه مسببات لمشكلات أكبر. عندما يغيب التوازن في المجتمع، يقتل الشباب كلهم، من الذي سيتبقى؟ الإناث والعجائز والفقراء والمساكين. الذي سيأتي لمحاربة الدولة اليمنية قادما سيجد شعب ضعيف. إذا كنا اليوم أقوياء وقادرين أن ندفع بالشباب إلى جبهات الشرعية مثلا، أو إلى غيرها من الاستقطابات التي يذهبون إليها،
المرحلة القادمة ستكون اليمن بلا شبابها، ولذلك أنا أقول أنهم يحاربون مستقبلنا، والمستقبل اليمني يستنزف في جبهات الحوثي وفي جبهات الانتقالي وفي جبهات تطييف الصراع الشيعي والسني. نعم. هناك جبهة وطنية، من أراد فليقاتل مع الدولة لاسترداد، مع الشرعية لاسترداد الدولة، مع الجيش الوطني، مع قوات الأمن، مع التشكيلات التي تحفظ لهذا الوطن كرامته وتحفظ للناس يمنهم الذي يعرفونها، ولا يذهبون لمقاتلة اليمن ومقاتلة بعضهم بعضا على مسميات تافهة، شيعة سنة وكله كلام فاضي. هذا شعب يمني، ليس شعبا شيعيا وليس شعبا سنيا، إنما مسلما موحدا يعرف الله من قبل أن تأتي هذه الطوائف الكاذبة والفاشلة. جميل، ابقى معي دكتور. أعود للسيدة نهى ملهي. سيدة نهى، لو تحدثنا عن خطورة الاستقطاب خارج إطار الشرعية في إطار النسيج الاجتماعي، لو أخذنا تعز نموذجا، يعني هناك استقطابات يعني خارج إطار الدولة لكن في إطار المجتمع التعزي ذاته، يعني هناك المجتمع كما يبدو هناك انقسام وبالتالي هناك خطورة كبيرة، كيف تنظرين لهذا الأمر؟ نعم، اسمح لي سأعود للجواب على سؤالك، لكن اسمح لي وإن لم تسألني يعني أتحدث عن التجنيد بالنسبة للحوثي. نعم. الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أننا فيما مضى من سنوات الحرب كنا نشجب ونستنكر ملشنة جماعة الحوثي للشباب اليمني وسوقهم إلى الجبهات. نعم. بعد أن ينجحوا في غسل أدمغتهم بالفكر السلالي الحوثي وزيف شعاراته، ثم يعودون بالكثير منهم نعوشا أو ربما مجرد صور إلى أهاليهم، وهذا طبعا على جرمه لم يكن شيئا مستغربا من جماعة الحوثي، فهم في الأخير جماعة انقلابية مليشيات، يتوقع منهم أي شيء، لأن الجرم الأكبر والذي يجب أن نعترف به اليوم هو تجنيد الشباب خارج إطار جيش الدولة، يعني الذي هذا الجرم الذي لحق نعود فنقول تعز بالأخص، يعني 5 سنوات من الحصار، من الفقر، من البطالة، تكدس الشباب في الأزقة، في الأسرة، تعطلت الوظائف، تعطلت المصانع، غدا الشباب بلا هدف، بلا مستقبل. نعم. الكثير والكثير منهم وعندي ذلك شخصية يذهبون دون إذن أهاليهم، فقط يتم إغرائهم بالراتب كما قلت، وهذا الراتب الذي البعض منهم يجده والبعض الآخر لا يجده. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيدة نهى ملهي، ناشطة مجتمعية، كنت معنا من تعز. أعود مرة أخرى لضيفي الدكتور فيصل علي. يعني دكتور، لو أتينا لمسألة التشكيلات المنتشرة على مستوى البلاد، نخبة شبوانية، نخبة حضرمية، أحزمة أمنية،
كل هذه التشكيلات لم تأتي خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يعني منذ أن بدأت الحرب وهذه التشكيلات تبنى وأصبحت قوة موازية للجيش الوطني بمستوى يمكن أعلى في التعزيز وامتلاك السلاح. هنا نعود إلى الحكومة والدولة، أين كانت منذ يعني أن أسست هذه التشكيلات وما هو دورها؟ يعني اليوم سقطت الدولة في بعض المحافظات على يد هذه القوات التي كانت الشرعية تراقب منذ البداية وهي تبنى. يا صديقي العزيز، أولا هناك نقطة ذكرتها الناشطة نهى ملهي حول أن الشباب يذهبون بدون إذن آبائهم عندما يلتقوا بمشايخهم، مشايخ العسل واللحى الطويلة والسلفيين، يذكرون لهم فتوى. يعني مفاد هذه الفتوى أنه إذا رفع علم الجهاد وعلم التوحيد وكان هناك دفاع عن المقدسات وما شابه، فلا يجب على الشاب أن يستأذن أهله ولا حتى أن يخبرهم، فليذهب إلى الجبهة وهو في سبيل الله. هذه الفتاوى عملت على تضليل الشباب. نعود إلى سؤالك، أين كانت الدولة عندما ضعيفة ومنذ البداية، لكن لماذا لم يكن الموقف الذي اتخذته الدولة مؤخرا لم يتخذ بشكل مبكر عندما رأت أن الأمر يبعد عن الطريق الوطني ويتم تشكيل ألوية وتشكيلات بعيدة عن المشروع الوطني؟ لماذا لم تأتي الفزعة لهذه الدولة في تلك الفترة، بينما اليوم هي يعني وجهت رسائل مباشرة ورسائل قوية، يعني وقفت بحزم أمام أصحاب هذه المشاريع، لماذا لم تقف منذ البداية؟ ربما كان هناك سوء تقديرات، ربما الضغوط. نحن تكلمنا ككتاب وكباحثين، ويعني كثير من الناس تحدثوا من البداية عن تطييف الصراع، وكتبنا عن هذا منذ 2016 و2017، والناس يحذرون من هذه الخطوة. العام الماضي أطلقنا مبادرة باسم تيار يمنيون، وحذرنا من تطييف الصراع في اليمن، وكنا نحذر مما سيحدث اليوم. هذه الجيوش التي ليس بينها ارتباط وليست ضمن عقيدة الجيش الوطني وليست ضمن مهام الجيش الوطني ستتحارب فيما بينها، وهذا سيكون في مرحلة لاحقة. عندما أرادت الدولة ضرب هؤلاء في عدد من الساعات أسقطت 90,000 مقاتل أعدتهم الإمارات منذ 5 سنوات. أنا قلت لك لازم يكون الناس مع الدولة حتى لو كانت رماد، وهذا الكلام قيل في الأيام الماضية. مهما كانت الدولة ضعيفة إلا لديها الأحقية والمشروعية لأنها تدافع عن وطنها. خرج الجيش الوطني من شبوة وكنس
كثير من هذه الميليشيات الإرهابية والتي تضم الكثير من المتطرفين لولا تدخل الإمارات الغادر والسافر وسماح المملكة العربية السعودية لهذا يعني ومساعدته ومساندته في قتل اليمنيين في نقطة العلم، وإلا كانت تحررت مدينة عدن وكانت المعادلة تغيرت. ومع ذلك لا زلنا نراهن على الجيش الوطني ونراهن على الشرعية في إخراج البلد من هذه المحنة ومحاربة كل الميليشيات سواء في الشمال